بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، انا الدكتور تيسير، سعيد جدا اكون موجود معكم الليله، وسعيد اكثر تكونوا موجودين معنا في حلقه مميزه من برنامجنا تاب اكس. اوعدكم انه الحلقه دي ان شاء الله حتغير كثير جدا من مفاهيمكم، وحتكون حلقه مفيده جدا. ضيفنا لهذه الليله هو شخصيه مميزه حقيقه، هو مدرب مدربين محترف ومعتمد من المركز الكندي للتنميه البشريه، وحاصل على دوره اداره المشاريع الاحترافيه PMP، ومدرب محترف في مجال العلوم الاداريه والانسانيه منذ اكثر من 10 اعوام، والمدير العام لشركه Gateway. شركه Gateway للذين لا يعرفونها هي تنظم وتنفذ البرنامج الاقوى في الوطن العربي اللي هو Gate of Success. هو مدرب معتمد من الاكاديميه البريطانيه بمانشستر، وما شاء الله تدرب على يده أكثر من 20,000 متدرب من مختلف الدول: الأردن، السودان، سوريا، اليمن، فلسطين، الصومال، مصر، نيجيريا وكينيا، ليبيا والكويت ما شاء الله. وشارك في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية Gate of Success and 7 Days Meditation Challenge Effective Public Speaker، وشارك في تنظيم وتنفيذ مجموعة من المؤتمرات، منها مؤتمر الشعب العربي التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال بماليزيا، والمؤتمر الثاني لمديرين التدريب والموارد البشرية باليمن، ومؤتمر الشعب العربي تعزيز قيم السلام بالسودان. شخصيا أتشرف جدا أنه أنا واحد من تلامذة هذه الشخصية العظيمة في دورتين عظيمات وقويات جدا اللي هما Gate of Success بوابة النجاح، وبروفيشنال ليكتشرر المحاضر المحترف. ضيفنا لهذه الليلة من جمهورية مصر العربية الأخت الشقيقة، ووضعنا صورته مع أهرام البجراوية عشان نوريه أنه كيف نحن بنعتز بوجوده معنا لدوره القيم اللي قدمه لنا في السودان، شعب السودان وشعب الوطن العربي. شخصية صراحة لما نحييها في الستيج بنحييها وقوفا، والستيج كله بيضج بالتصفيق. شخصية جميلة جدا اليوم وهذه الليله، نتشرف انه يكون معنا مستر اسلام الورداني. مستر اسلام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور تيسير؟ الله يكرمك مستر اسلام، الستيج بتاعك يا مستر، تفضل. متشكر جدا، السلام عليكم. ان شاء الله طبعا بشكر دكتور تيسير على المقدمه الجميله دي، وكمان بشكرك على استضافتي في الحدث الرائع ده لمركز الطبابه، وطبعا كمان سعيد جدا ان انا اكون موجود معاكم. يعني انا هتكلم معاكم النهارده عن فكره النجاح والطموح، انه لما يكون شخص فينا عنده مشروع مثلا، او عنده خطوه جديده عايز يقوم بيها او عايز يعملها في حياته، طبعا دايما بيواجهنا مجموعه من المعوقات او العقبات اللي ممكن تكون موجوده في الطريق. مش دايما العقبات دي بتكون موجوده بره، يعني اكيد في عقبات بتكون موجوده في الطريق زي احباطات او شويه مصاعب او عدم تسهيل لحاجات معينه انا هعملها في حياتي، لكن كمان بيكون في شويه عقبات او صعوبات من عندي انا من جوايا. فانا من البدايه انا محتاج اتخلص من المصاعب اللي موجوده عندي دي، او العقبات اللي موجوده عندي دي، علشان اقدر انطلق يعني وانا خفيف، اكون ماشي في طريق النجاح ده. بس هتعامل مع المواقف اللي بتحصل لي من بره، مش هكون انا يعني كاني بوقف نفسي بنفسي. فهتكلم كده عن بعض العقبات اللي بتكون موجودة عندنا وإنه إزاي نتخلص منها. أولاً أنا علشان أنجح في الطريق اللي أنا قررت إن أنا أمشي فيه ده، علشان أبدأ طريق جديد ليا، علشان أحقق نجاح في حياتي، في مجموعة من المعوقات محتاج إن أنا أتخلص منها. المعوق الأولاني أو الحاجة الأولانية اللي بتكون موجودة عندنا أو عند كتير جداً مننا، حاجة كده اسمها الخوف من الخسارة، ودي رقم واحد. يعني إيه الخوف من الخسارة؟ أغلب الناس اللي بيبدأوا في مشاريع أو في حاجات زي كده بيكون عندهم الأول الهاجس بتاع إن أنا خايف أخسر مثلاً فلوس في الموضوع ده، خايف أخسر وقت مثلاً في الموضوع ده. مثلاً أنا ممكن أكون جربت كذا تجربة قبل كده وما نجحوش، ما كانوش أحسن حاجة بالنسبة لي، فمتوقع إنه ممكن يحصل معايا حاجة زي كده كمان. فخوفي من الخسارة ده بيمنعني من إن أنا أبدأ إن أنا أخد خطوات. طيب في حاجه كده جميله، مثل جميل قوي بيقول لك ايه، انه الكل يريد ان يدخل الجنه، كل الناس عايزه تدخل الجنه، لكن الكل لا يريد ان يموت. كل الناس عايزه تدخل الجنه وما فيش حد عايز يموت، مع انه هو الموت هو خطوه من الخطوات اللي هتحصل كده كده، علشان لو انت كنت شخص كويس فهتدخل الجنه في النهايه، لو انت كنت شخص مش كويس فلا. فبما اننا عايزين ده ومش عايزين نضحي بشوية حاجات، نفس الكلام بالظبط هو النجاح.
كل الناس اللي موجودين في الأرض عايزين ينجحوا، لكن مش كل الناس عندهم الاستعداد إن هم يدفعوا الثمن، مش كل الناس عايزة تخسر، أو بمعنى أدق يعني كل الناس اللي موجودين ما فيش فيهم حد عايز يخسر. لكن لو كده جيت سألت كل الناس اللي نجحوا حققوا نجاح في مشاريع مشوا فيها، في وظيفة حصلوا عليها، في كارير بيبنوه، في تعليم، في أي حاجة في الدنيا، كل الناس دي خسرت، خسرت مثلا وقت، خسرت مجهود، خسرت مثلا مادة مقابل مادي، فلوس، حاجات زي كده. والحاجات دي مثلا بنشوفها كتير قوي لما بنيجي نطور من نفسنا، وده بيكون حقنا يعني، بنقلق. ممكن اكون اخدت كورس قبل كده زمان وما استفدتش منه، الكورس ده كان غالي نوعا ما، وبعد كده ممكن اكون خدت كورس تاني وبرضه ما استفدتش منه. فانا هنا كل ما اجي عايز اعمل كورس او عايز اعمل حاجه معينه، ابدا افكر انا ممكن ادفع الفلوس دي وما استفدتش بيها حاجه. في حين ان انا لو عملت ده اكتر من مره، هيجي في يوم من الايام في كورس معين هاخده هستفيد منه جدا جدا، لدرجة ان هو يعوض لي كل الخسارات اللي راحت قبل كده. فكل تمن انا دفعته هنا في الوقت ده ما كانش خسارة ولا حاجة، لانه هو ده اللي بنالي النجاح بتاعي بعدين في المستقبل. هنا بقى بيتعال حاجة جميلة جدا، لما بيحصل لنا مثلا ليكن خسارة او وقوع او فشلت لأي سبب من الاسباب، تعالوا نخليها كده مثلا كمثال. انا راكب قطر والقطر ده رايح بيا في مكان ما، وجي في وسط الطريق ده القطر عطل، ايه اللي بيحصل؟ هل القطر ده مثلا بيقولك خلاص هو كده مش هيكمل، كل الناس تنزل رحلتها انتهت هنا، ولا بيعملوا ايه؟ بيصلحوه وبعد كده القطر ده بيكمل لوجهته، بيكمل رحلته عادي، فهمتني؟ فهنا اللي حصل، القطر ده مسموش فشل او مسموش مثلا عطل نهائي، انما حاجه اسمها توقف مؤقت. وقف القطر ده يشوف ايه العطل اللي حصل فيه، المهندسين اللي موجودين فيه وليكن بداوا يشوفوا ايه الاعطال اللي حصلت وازاي ممكن يصححوها، ازاي ممكن يعالجوا العطل ده بحيث يعالجوه، وبيبدا يكمل يوصل لوجهته برضه في النهايه. نفس الكلام ده لما يحصل لي، لما اقع، لما اوقف في مكاني لاي سبب من الاسباب، ما اقولش لنفسي ان انا كده خلاص فشلت، لانه تعريف الفشل ده هو الحاجه اللي انا بقول ان انا فشلت، يعني انا بقر بده فخلاص هو 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 ده تعريف الفشل. لكن طول ما انا بقول لنفسي انه ده مش فشل، ده حاجه تانية، ده اسمها مثلا توقف مؤقت عن النجاح. انا وقفت علشان اشوف العطل فين، ايه اللي حصل لي، ايه السبب اللي خلاني وقفت، ايه السبب اللي خلاني اتعطلت، وبدات اصلح او اعالج العيب او العطل اللي حصل ده واكمل في الطريق زي ما انا، فاكيد هوصل للنجاح في النهايه. فالخسارات اللي بتحصل في الطريق مش حاجه وحشه، الوقوف اللي بيحصل في الطريق مش حاجه وحشه، الفشل اللي بيحصل ليا في الطريق مش حاجه وحشه، بالعكس الحاجات دي بتحصل علشان تقويني اكتر، علشان تعلمني اكتر، فبالتالي اقدر اتطور اكتر. ده العائق الاولاني اللي هو اسمه الخوف من الخساره. طبعا في عائق كمان رقم اثنين اسمه التشاؤم. ده طبعا موجود عندنا كتير قوي لما اجي ابدا في حاجه، ف المتعارف عليه انه في اشخاص حواليا يقولوا لي ايه، يحاولوا يحبطوني مثلا، يقولوا لي مثلا الطريق مش هيكون سهل قوي، يقول مثلا بس انت هتواجه صعوبه في كذا، يقولك مثلا الناس هترفض الحاجه الفلانيه. ده طبيعي انك تاخده من الناس الثانيه، لكن بيبقى غريب لما تقوله لنفسك، يعني انت تكون انت من نفسك انت متشائم، انت بتقول انا ممكن ما انجح. طيب ليه؟ ما اعرفش، في ناس كتير حاولت وما نجحتش. الحين مثلا لو انت جيت تاملت شفت قصص الناس اللي نجحوا في العالم كله، شوف حد مثلا زي راجل اللي عمل كنتاكي، اللي هو عمل كي اف سي. الراجل ده يعني الغريب في قصته ان هو مش ان هو حاول محاولات كتير والحاجات دي كلها، هو بدا اصلا وهو عنده كام سنه، يعني في روايات بتقول 60 65 سنه. لو قلنا الراجل ده بدا عنده هو عنده 60 سنه، فدي حاجه يعني محفزه جدا في حد ذاتها. انه انا بشوف انه عندنا مثلا احنا بنوصل سن 40 ونقول بس هبدا احوش للحج بقى كده، كويس قوي صح. ف ما عندناش فكرة، يعني مثلا ممكن يكون عندنا تلاتينات، عندنا في ناس عندها عشرينات، في ناس عندها اربعينات، يقولك خلاص مثلا أنا كبرت أنا هعمل إيه تاني. فمثلا هو حط حتة السن دي كتشاؤم، كأنه هو هيفشل مثلا بسبب الحاجة دي، أو مثلا يقولك والله أنا هفشل، ده أنا عايش في السودان، أو أنا هفشل ده أنا عايش في مصر مثلا، عايش في الأردن مثلا، ويبدأ يحط الفشل ده على الظروف أو على الأشياء اللي موجودة حواليه، ومفيش فشل ولا حاجه، يعني هو توقع.
والشيء اللي انت بتتوقعه هو ده اللي بتلاقيه. يعني التوقع ده هو عبارة عن كده زي نبوءة بتحقق ذاتها. انا بقول انا متشائم المشروع ده مش هينجح، طب ما خلاص شكرا مش هينجح يعني. انما لو تفائلت فالموضوع يكون طبعا مختلف خالص. حاجة الغريبة في القصة بتاعت الراجل بتاع كنتاكي ده ان هو مش بدأ وهو عنده 65 سنة، بيقال ان هو القصة بتاعته الحقيقية هو بدأ المشروع ده أصلاً وهو عنده 45 سنة، فتح المطعم بتاعه كان بيشتغل في بنزينة موجودة على طريق سريع على طريق عام في ولاية كنتاكي في أمريكا. وبعدين بدأ يفتح المطعم بتاعه على صغير كده جوه البنزينة ويكبر المطعم بتاعه واحدة واحدة، وكل الزبائن اللي بتدخل تحط بنزين في البنزينة دي عرفته وتعودت عليه وحبوا الأكل بتاعه جداً. وبعدين مرة واحدة بعد مرور 5 سنين الحكومة قررت إن هي تنقل الهاي واي ده للناحية التانية من البلد، فالطريق ده اتقفل ما بقاش حد يعدي فيه خالص. طبعا المطعم بتاعه فشل، وهنا ده الشخص ده وقع. نرجع للنقطة اللي فاتت، هو حصل له توقف مؤقت وبدأ يرجع تاني. امتى رجع تاني؟ هو عنده 65 سنة، ما قالش انا سن كبير، ما قالش انا صعب، ما قالش انا فشلت قبل كده حتى، قال لك انا هحاول تاني. وبعدين كان عنده رؤية جميلة قوي انه شايف حاجة بعيدة، شايف المطعم بتاعه ده موجود في العالم كله، عشان كده قدر يحقق ده. بعد كده العائق الثالث برضو اللي موجود، وده موجود عندنا كتير قوي، وهو اسمه الكسل. والكسل ده يعني موجود، يعني احنا بنكسل نعمل حاجات كتير، بنكسل نعمل اشياء كتير، ممكن يكون في خطوة واحدة معينة، الخطوة دي مهمة جدا، هروح اقابل شخص معين، هروح مشوار معين علشان اخلص ورقة معينة، هبدأ اتحرك في اتجاه معين، الخطوة دي انا بكسل اعمل عنها، ممكن تكون دي خطوه اهم خطوه في المشروع كله. واحيانا بيكون انت محتاج علاقات مثلا علشان تبدا مشروعك ده، علشان حاجتك دي تنجح. وبعدين في مشوار كده معين تقول ده تبدا تحكم تقول مثلا الشخص ده اللي انا هقابله غير مفيد، مش هيفيدني. وسبحان الله يعني على الاغلب الشخص ده اللي انت بتقول ان هو غير مفيد، على الاغلب هو ده هو اكتر عنصر بيكون مفيد ليك في المشروع وانت ماشي. فده يعلمك درس مهم جدا، ان انت ما تحكمش، يعني ما تقولش ايه مفيد وايه مش مفيد، انت اللي عليك السعي وخلاص. فالكسل برضو هي حاجة من الحاجات اللي بتحصل. طيب ايه اهم اسباب الكسل؟ يعني احنا ليه بنكسل؟ احنا بنكسل علشان احنا عندنا حاجة كده اسمها وهم الانشغال طول الوقت. احنا معتقدين ان احنا مشغولين على طول. احيانا بتقابل مثلا صديق ليك يقولك انت وحشني جدا، انا عايز اشوفك، تعالى نقعد مع بعض زي الاول مثلا، تعالى نقعد قعده كده. تقول له خلاص انا هكلمك، فبعدين يقابلك تاني بعد شويه، ما كلمتنيش ليه؟ فتقول له والله انا كنت عايز اكلمك وكنت في بالي اكلمك بس انشغلت. فيقول لك طب انت اتشغلت في ايه؟ فتقول له هو انا مش عارف الحقيقه، بس هو انا انشغلت. خلاص هو في الحقيقه انت انشغلت، وبرضه انت مش عارف انت انشغلت في ايه، تقريبا انشغلت في ولا حاجه، لانه هو احنا مشغولين طول الوقت. يعني دلوقتي لو انا مش بعمل ده دلوقتي حالا، فانا اكيد مثلا بتفرج على التلفزيون، فانا اكيد مثلا ماسك الموبايل بعمل سكرول بتفرج على حاجات، فانا اكيد مثلا بقابل اصدقاء ليا، فانا اكيد راكب مواصلات، فانا اكيد بعمل حاجه دايما طول الوقت. هل جربت قبل كده ان انت يكون عندك ساعتين اتنين في اليوم فاضيين خالص وفاضيين لدرجه الملل، يعني ما بعملش فيهم اي حاجه، يعني غير وقت القراءة وغير وقت تطوير نفسي وغير وقت ان انا بقعد مع اولادي وغير وقت ان انا بشوف اهلي وغير وقت الشغل، غير كل ده عندي ساعة او اثنين فاضيين بقعد بس كده، ما بعملش اي حاجة في الدنيا؟ فالموضوع هبدأ احس انه في ملل، احس انه في حاجة غلط بتحصل. طيب عقلي اللاواعي هيبدأ يعمل لي ايه؟ هيبدأ يطلع لي من جوه الأشياء اللي أنا كنت مأجلها من زمان، من سنين طويلة، ومستني ألاقي ليها وقت فاضي، فهتلاقي الوقت الفاضي هو فتبدأ إن أنت تعمل. فلو أنت من الناس اللي بتكسل، جرب تعمل ده، ابعد التليفون عنك، ابعد أي حاجة، ابعد أي نشاط ممكن تعمله عنك، وقعد لمدة ساعة كل يوم لمدة 3-4 أيام، هتلاقي عقلك الواعي لوحده هو اللي بيطلع لك الحاجات اللي المفروض تعملها. أغلب الحاجات دي هي الحاجات اللي أنت هتكون مأجلها من فترة طويلة دي. بعد كده العائق رقم 4 اسمه العادات السيئة. في عندنا عادات سلبية احنا متعودين نعملها، زي مثلا النوم الكتير، زي مثلا السهر،
زي مثلا تضييع الوقت في حاجات غير مفيده، في نشاطات غير مفيده، فدي عادات موجوده عنده. طيب انا محتاج، اغلب الناس يقول لك ايه، بطل العاده الفلانيه. العادات ما بتتبطلش، لان هي انا اتعودت، اتربطت في عقلي ان هي دي الحاجه اللي بتملى الوقت، هي دي الحاجه النشاط المفيد اللي بيديني مكافاه. طيب ايه هي المكافاه دي؟ العاده بتتكون عن طريق ثلاث حاجات. اول حاجه حاجه اسمها اشاره، حاجه ثانيه حاجه اسمها روتين معين انا بعمله، حاجه ثالثه اسمها مكافاه. مثلا لو انا عندي عاده وليكن التدخين، انا امتى بدخن؟ يجي مثلا الناس اللي بيدخنوا يقول لك والله لما اكون متعصب مثلا، او مثلا لما احس كده ان انا متضايق شويه، او لما مثلا اول ما اصحى من النوم، او مثلا بعد الاكل على طول، او يعني عنده اوقات. فدي اشارات. فلما يجي لي اشاره مثلا ان انا متعصب، انا هنا قررت في وقت ما زمان، او لما بدات العاده دي، ان انا اعمل روتين معين اسمه ان انا اولع سيجاره. فلما اولع سيجاره، فهنا الوهم او الشيء اللي موجود جوه العقل انه بدا يعمل لي مكافاه اللي هي ارتياح، بدات احس ان انا مرتاح شويه ولو احساس كذا، لكن هي بالنسبه لي انا حصلت على مكافاه بالنسبه للعقل كمان. فهما دول ثلاث خطوات: اشاره، روتين، مكافاه. كل ما الاشاره دي تيجي انا لازم اعمل الروتين ده اللي هو بتاع ان انا اولع سيجاره علشان احصل على المكافاه دي اللي هي ان انا اكون مرتاح. طيب اعمل ايه علشان اغير عاده موجوده عندي؟ العادات مش هبطلها، العادات هبدلها. ازاي؟ اول لما تيجي الاشاره انا هعمل روتين مختلف على امل ان انا احصل على نفس المكافاه. ازاي؟ مثلا لو الاشاره بتاعت التدخين دي انه انا بقيت متعصب وليكن، فهبدا اعمل روتين مختلف. الروتين ان انا كنت اولع سيجاره، لا، الروتين دلوقتي ان انا وليكن هعمل نشاط تاني مشابه، مثلا استخدم فيه ايدي او حاجه زي كده، هقوم مثلا اركب حاجه وافك حاجه واركبها، او مثلا اقوم اعمل رياضه بسيطه مش محتاجه مني مجهود كبير علشان ما كسلش، او حاجه زي كده. هل هحصل على المكافاه على طول؟ لا، لانه العقل متعود انه حاجه تانية اللي بتديله المكافاه. لكن ما اعمل حاجتين مع بعض، هو ان انا كل يوم اتخيل انه النشاط الجديد اللي انا بعمله ده، الروتين الجديد اللي انا بعمله ده، بيديني نفس المكافاه، وبعد كده امارس العاده الجديده دي لمده 21 يوم، كل ما الاشاره دي تيجي اعمل نفس الروتين ده، فالعقل غصبا عنه هيستسلم وهيديني نفس المكافاه بعد شويه اللي كان زمان التدخين بيديها. فانا ممكن اغير العادات السلبيه بعادات ايجابيه، او ممكن مثلا السنه اللي فاتت انا طول السنه وليكن 2020 دي عندي عاده وليكن سلبيه بعملها، ممكن اغير، ابدا بتغيير عاده واحده بس، فدي اكيد هتنفعني في الطريق اللي انا همشي فيه. بعد كده العائق الخامس، وهو اسمه المايك شغال ولا العائق الخامس اسمه الغرور. والغرور برضو حاجه من الحاجات اللي بتحصل لنا في حياتنا. طيب الغرور بيحصل لينا امتى؟ الغرور برضو بيحصل لينا في حاله من ثلاث حالات. الحاله الاولى هي حاله الطموح، لما بيكون عندي طموح. معقوله وانا عندي طموح بيجي لي غرور؟ هقول لك ازاي بعد شويه. الحاله الثانيه هي حاله النجاح، الحاله الثالثه طبعا هي حاله الفشل. اولا الطموح، ازاي واحد يكون طموح وفي نفس الوقت يكون مغرور؟ لما بيجي لنا غرور في الطموح بتلاقي نفسك بتقول ايه، مثلا انا عندي مشروع كويس قوي، بعد كده اروح اقابل دكتور تيسير اقول له ايه يا دكتور انا عندي كذا 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 كذا، والحكايه هي كذا 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 وفيها كذا، وهنعمل كذا بالشكل الفلاني، وان شاء الله ده يحقق نجاح عامل ازاي. دكتور تيسير يقول لي ايه، يقول لي الله انت دماغك حلو قوي، انت بتفكر تفكير جميل قوي، دماغك دي بقت كده ازاي؟ فانا ايه يحصل لي؟ افرح قوي بالكلمتين دول. انا كده بيحصل لي حاجه اسمها عمليه رضا، عمليه اشباع بالنسبه للعقل اللاواعي، مش تنفيذ المشروع نفسه، الكلام نفسه. بعد كده بعد ما اسمع انا الاطراء بتاع دكتور تيسير ده، فانا اتبسط قوي، يعني اروح لخالد اقول له ايه، بقول لك يا خالد انا عندي فكره كذا 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 كذا، فخالد يقول لي ايه ده؟ ايه الدماغ دي؟ ده انت ما حصلتش. فانا ايه اللي بيحصل؟ افرح جدا انا كمان، وبعدين اروح لواحد ثالث واحد رابع وهكذا، وافضل اتكلم. فهنا الطموح بتاعي بدا يدفعني لان انا اعمل ايه؟ بدا يدفعني لان انا اتكلم بس من غير ما اشتغل. واخد المكافاه بتاعت ده نظرات رضا في عيون الناس اللي موجودين حواليا،
فيبدأ يحسسني إن أنا كده تمام، مش محتاج أعمل أي حاجة، وده غرور. ليه؟ لأن أنا ما نجحتش ولا حاجة، أنا لسه واقف في مكاني بتكلم بقى. طيب، فدي الحالة الأولى. الحالة الثانية هي حالة النجاح. لما بحقق نجاح في شيء معين، مثلا قلت لك أنا عامل مشروع كذا وفعلا عملته والمشروع ده نجح، أو 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 خطوة معينة وفعلا الخطوة دي نجحت وحققت بيها نجاح كبير قوي، في وقتها أنا بقول لك إيه، أنا نجحت. الطريق بتاع النجاح ده ما كانش سهل، كان فيه صعوبات وكان فيه نشاط وكان فيه مشاكل، كان فيه تحديات، وأنا قدرت أتغلب على الحاجات دي كلها. فمن حقي بقى أفرح بنفسي أول لما بنجح، حلو كده، فروح فاضي وأبدأ أبص حواليا أشوف الناس بتقول إيه على النجاح اللي أنا حققته ده، أبدأ أستمتع بده. فأول لما أبدأ أستمتع بده بالكلام اللي بيتقال، هو كلام حلو، تشكرك وبتقول لك آه، بالرغم من إن الناس أحبطوك، إلا إن أنت طلعت ذكي جدا وشاطر جدا وبرافو عليك وقدرت تحقق النجاح. فالإقراء ده بيخليني أشعر بالرضا عن نفسي إن أنا عملت شيء عظيم، والنجاح هو شيء عظيم. لكن أنا علشان أفضل مستمر في النجاح ده، هو أنا لازم أفضل أشتغل ولازم أفضل أتعب، أنا ما ينفعش أوقف أبدا. فأنا لو وقفت علشان أسمع الكلام ده، نجاحي كمان هيقف. فهو هنا بيبدأ يحصل إيه، سقوط شوية. فهنا كأنه ده حصل لي غرور، خلاني ما كملش الطريق اللي أنا كنت ماشي فيه، اللي هو كان ناجح وكان كويس. بعد كده الحاجة اللي التالتة والأخيرة، لما أفشل. أفترض أنا دكتور تيسير إيه، بدأنا مشروع مع بعض، بدأنا حاجة نعملها مع بعض، وبعد كده إيه المشروع ده لا قدر الله بأي شكل من الأشكال وقع، أو حاجة حصلت، أو فشل، أو ما حصلش، يعني ما حصلش نصيب. إمتى أعرف إن أنا مغرور؟ أول لما أقول لك إيه، أوب وسع، أنا مش دعم دكتور تيسير وسع، مش أنا. فأنا أول لما أقول كده، أو بلاش دكتور تيسير، أقول لك والله الناس بتاع الظروف عشان ما رضيوش يطلعوا لنا التصاريح هم السبب، مش أنا. اول بدايه احنا ما بدانا في المكان الفلاني، فالمكان هو السبب، مش انا. اول لما الاقي ان انا بحمل شيء او حد تاني نتيجه اللي حصل غيري، اعرف ان ده غرور. كويس، يعني انا احمل نفسي ودكتور تيسير يحمل نفسه، انا ما اتهموش وهو ما يتهمنيش، كل واحد فينا يحمل نفسه. اكيد انا غلطت غلطه معينه، ولكن الغلطه دي ان انا ما درستش القصه كويس، أكيد الغلطة دي إن أنا ما تفهمناش كويس قبل ما نبدأ، في غلطة معينة هي اللي تسببت في ده وأنا اللي شلها، يعني أنا اللي اتحمل ذنب ده. لو أنا اعترفت بده، لو أنا اعترفت إنه أنا أكيد عندي غلطة معينة، يبقى أنا كده مش مغرور. فهنا وارد جدا أصلح الغلطة وأقوم تاني بعد ما وقعت، فبالتالي أقدر أنجح. لكن لو رميت البتاع المشكلة على حد تاني، يبقى أنا كده اتغرب. طيب أعمل إيه؟ أعمل إيه في التلات حالات دول؟ أول حاجة خالص اللي هي الحالة بتاعت الطموح، لما يكون عندي فكرة أو عندي حاجة معينة بحب أنا أتكلم، أول حاجة بص القصص الناس الناجحين بجد، هتلاقيهم عاملين إزاي؟ قافلين بقهم، ما بيتكلموش، ولا يقول لك إيه أنا جميل وأنا جامد وتعالى وأعمل وشوف وأنا ما حصلتش وأنا أحسن واحد بيفكر في الدنيا. والكلام الكتير ده، غير إن هو هيجيب لك كلام فاضي ملوش لازمة من اللي حواليك، هيبدأ يحسسك بعد شوية بغرور. الغرور معناه إيه؟ إنك أنت هتقف، مش معناه إن أنت هتكمل. فدي مش حاجة حلوة أبدا. فأول نصيحة كده وإنت بادئ مشروع تعمل أي حاجة، اقفل بقك لحد ما المشروع ده يشوف النور، يعني خلاص كملش أتكلمش عمال على بطال. نصيحة تانية في حالة مثلا النجاح، أنت نجحت وبدأت تعمل ده، اسمع الكلام الحلو وكل حاجة وحقك، وانت شجع نفسك وهني نفسك وهات لنفسك هدية وكافئ نفسك وعمل كل اللي انت عايزه لنفسك، بس ما تقعدش تسمع كتير للكلام الحلو اللي بيتقال، لان الكلام الحلو يعني هو اغلبه مش صح، في منه شوية صح وفي منه كتير مش صح، وحتى لو كله صح ما هيخليك راضي، وانت لو رضيت هتقف، والمفروض ان انت ما توقفش، لازم تفضل مكمل على طول. فما اسمعش كتير للكلام الحلو اللي بيتقال حواليك، يعني اوكي شكرا بس، حد قال لك كلام حلو شكرا وكمل، حد قال لك كلام وحش شكرا وكمل. وقفت تسمع الكلام الحلو او وقفت تسمع الكلام الوحش، فانت هتفضل واقف كتير، فبرضه ما ينفعش. اخر حاجه وهي حاله الفشل، اول ما يحصل فشل لا قدر الله، يعني تقبل الحكايه جدا،
قول لنفسك ان ده توقف مؤقت عن النجاح، ده مش فشل نهائي، ده مش نتيجة نهائية، انا مش هقف هنا، انا هكمل وهتعلم درس معين من اللي حصل ده، وايه الاخطاء اللي انا عملتها بايديا بنفسي، لو صلحت الاخطاء دي او لو عالجت الاخطاء دي فاقدر امشي، اقدر انجح واكمل الطريق اللي انا بدأت فيه. وبالشكل ده هي دي المعوقات اللي موجودة، لو قدرت تتغلب عليها اكيد هتقدر تحقق نجاح كبير. نصيحة تانية حابب أقولها وهي فكرة الانضباط الذاتي. لما يكون عندك مشروع أو عندك حاجة عايز تعملها لازم تشتغل. في ناس كتير جدا تقول لك إيه، أنا مثلا مزاجي مش كويس النهاردة فأنا هقف يعني، أو هستنى لما مزاجي يتحسن وبعد كده أشتغل. ما تشتغل وأنت متضايق، مفيش مشكلة يعني. اشتغل، ذاكر وأنت زعلان، احضر الكورس وأنت مخنوق، روح قابل الناس وأنت متضايق، مش مشكلة يعني، اعمل اللي عليك مهما كانت حالتك المزاجية عاملة ازاي. واخيرا فكر على المدى البعيد، بعد مرور سنتين ثلاثة من دلوقتي طريقة تفكيرك مش هتكون نفسها، زي ما دلوقتي طريقة تفكيرك مش زي من سنتين ثلاثة فاتوا. فالصعوبات اللي موجودة حواليا دلوقتي او اي حاجة موجودة حواليا دلوقتي ببص لها بنظرة معينة، بعد سنتين ثلاثة انا هكون اكبر من الحاجات دي بكتير، فبص بعدين قدام ما تبصش دلوقتي ايه اللي بيحصل. انا حاسس ان انا طولت شوية في الكلام، أتمنى ليكم يا رب النجاح والتوفيق من كل قلبي، وأتمنى إن شاء الله نشوفكم تاني، وأتمنى كل التوفيق لمركز الطبابة، ويعني بإذن الله أشوفكم بخير وتحققوا كل اللي تتمنوه. شكرا تاني مرة تانية لدكتور تيسير على الفرصة الجميلة دي. شكرا شكرا يا مستر إسلام، والله كنت أتمنى يعني الكلام بتاعك يستمر، الله يديك العافية. يعني اللي تكلمنا عن طريق النجاح والخطوات الخمسة، العوائق الأساسية، الخوف من الخسارة والتشاؤم، الكسل والعادات السيئة والغرور. أنا بس عندي سؤال يا مستر إسلام قبل ما نفتح الباب للسادة المشاركين، بالنسبة لطريق النجاح هل ضروري الطريق كله يكون واضح بالنسبة لي؟ يعني أنا مثلا عارف الهدف، أنا مفروض أصل مثلا هدف معين، هل مثلا في خطوات من 1 إلى 6 هل ضروري انا اكون عارف تفاصيل الخطوه 1 شنو، والخطوه 2 شنو، والخطوه 3 شنو، ولا بس يكفي انه انا اكون الخطوه الحاليه اللي انا موجود فيها تكون واضحه بالنسبه لي، والصوره العامه بتاعت الطريق انا ماخذ فكره عنها؟ اتمنى السؤال يكون واضح، يعني هل انا لازم يكون تفصيل بالدقيق لكل خطوه انا بمشيها يكون واضح قبل ما انا اسلك طريق النجاح؟ الله يخليني اقول لك حاجه يا دكتور، انا دلوقتي لو الطريق كله واضح قدامي فده شيء ممتاز، لان انا عندي خطه واضحه تماما لكل خطوه انا هقوم بيها وكل حاجه انا هعملها، وده ممكن يساعدها في يساعدني فيها ناس خبراء، مش لازم انا احط ده بنفسي يعني، فده شيء ممتاز. اذا مش واضح فهو كويس برضو، اذا بس واضح الخطوه الاولى قدامي، بمعنى انا دلوقتي عايز اروح بورسودان، وليكن هل ضروري اكون شايف الطريق من هنا لبورسودان؟ اكيد لا، يعني لو شايف مثل 100 متر اللي قدامي وبعد كده مشيتهم هيظهر 100% اللي بعدهم، همشيهم هيظهر 100 اللي بعدهم، وهكذا نفس الكلام، لو خدت الخطوه الاولى هيظهر الخطوه الثانيه، لو خدت الخطوه الثانيه هيظهر الخطوه الثالثه، وهكذا. فالست خطوات انا هاخدهم بس اعمل كل اللي عليا، لانه ده سبب برضو من الاسباب اللي ممكن تخليني اقف فتره طويله، انا هفضل واقف في مكاني مستني لحد ما الست خطوات كلهم يوضح. طب شكرا بقى. صح حقيقة، الله يبارك. صح. طيب ندي فرصة للإخوة المشاركين معنا، شايف عدد كبير معنا من البوابة كان موجود، فضلك. يا أهلا وسهلا بكل الناس معنا. بروف طيب اتفضلوا، إذا في حد عنده سؤال أو عنده مشاركة أو إضافة. أنا أعتقد في ناس بتكتب كومنتس، أنت تقدر تشوفها بقى، يعني مش عارف أنا أقدر أشوفها ولا لا، أفتكرها أشوف. كيف الإنسان يتخلص كيف من الخوف؟ الخطوة الأولى دي أصعب خطوة، كيف يتخلص من الخوف؟ كيف الشخص يتخلص من الخوف؟ أولاً هو ضروري الشخص ياخد مجازفات، أقول لك إزاي؟ ممكن يعمل حسبة بسيطة جداً اسمها مكسب وخسارة، ورقة ونقسمها 2، هكسب إيه وهخسر إيه في الاختيار اللي أنا داخله ده، وهكسب 1 2 3 4، يعد مثلا هكسب وليكن علم، هكسب وليكن خبره، هكسب وليكن علاقات، هكسب وليكن مشروع لو نجح هكسب منه فلوس كذا، لو هكسب كذا هكسب كذا، ويكتبه من 1 وليكن زي ما يطلعوا. والناحيه الثانيه انا هخسر ايه؟ ممكن اخسر فلوس لو لا قدر الله الموضوع ده ما مش عارف حصل له ايه، الفلوس دي كام؟ هل هي لو خسرتها هتاثر عليا تاثير كبير ولا لا؟ هخسر كمان مثلا وقت، هخسر كذا 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 كذا،
واحسب حسبة منطقية جدا عدد المكاسب أكبر ولا الخسائر، إن شاء الله بحاجة واحدة بس. يعني الناس أعتقد أنكين بيفكروا لها بالطريقة دي لما يكون كده أنا هكسب يخسر إيه. لما تيجي تعرض حاجة مثلا على حد علشان يساعدك يقول لك أنا إيه مكسبي في اللي أنا يعني لو ساعدتك أنا هكسب إيه، فقلت له لو هتكسب كذا فك مثلا هضيع قصادها وقت، أكسب إيه تاني؟ لو قلت له حاجتين يكسبهم وهيضيع وقت بس هيدخل معك أو هيساعدك يعني. فهي بنفس الطريقة بالظبط، لو المكاسب أكتر من الخسائر خد الريسك وهتتعلم من التجربة أنه بعد كده الخوف ده يقل. إذا الخسائر أكتر ممكن لأ خلاص شوف تجربة تانية كده، الخوف منطق مش هيكون غير مبرر يعني. شكراً أستاذ إسلام، شكراً جزيلاً. أشكرك جداً يا دكتور. السلام عليكم إسلام. عليكم السلام، مين خالد ولا مين؟ السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة خالد. خالد. يا خالد. كيف أخبارك؟ منورنا والله اليوم. الله يكرمك، تسلم سؤالي عن الكسل يا مستر. الكسل والنوم هما دي الحاجتين الوحيدين اللي بعاني منهم أنا. كتير والله مش أنت بس. طيب اسألني ولا أجاوب بقى يعني أفهم أنا السؤال لوحدي. خالد قصده المشكلة عندنا كلنا نحب النوم. كيف تغلب على النوم؟ اكتب يا خالد عادي. كيف نتغلب عليه؟ مستر اسلام خالد بيسأل كيف يتغلب، كيف اتغلب على الكسل. ده السؤال، كيف اتغلب على الكسل. طب جميل قوي، اللي هو انا بحب النوم وكده. طيب انا قلت حاجه في اللي هي بعد ما خلصت مؤقتات النجاح على طول، اللي هي حاجه اسمها الانضباط الذاتي. اولا الحاجه اللي انت عايز تعملها هي بتعني ليك ايه؟ يعني اكيد واحنا بنعمل شيء هو بيعني لينا شيء معين ليه معنى، فأكيد الكسل ده بيقل شوية. بمعنى مثلا لو أنا قلت لك إن أنت عندك معاد مهم جدا جدا بكرة مع وزير، هيبقى فيه كسل؟ حتى لو من جواك، حتى لو من جواك نفسك تنام شوية هتصحى إيه وفايق ومن غير منبه ومن غير أي حاجة في الدنيا. طيب ده ليه؟ ده لأنه معناها في مخي الوزير ده شيء مهم جدا جدا جدا، لو هو مش مهم عشان نفسه فهو ممكن يفتح لي انا فرص كبيره قوي لو قابلت الشخص ده، صح؟ فهنا في معنى خرج من ورا المشوار ده. طيب المشروع بقى اللي انا شغال عليه هو معناه ايه بالنسبه لي، او الشغل اللي انا بشتغله هو معناه ايه بالنسبه لي. فلو اوجدت له معنى، دايما الانسان اللي عنده معاني كبيره عايش بيها دايما الانسان ده اداؤه بيكون مختلف عن الاشخاص اللي موجودين حواليه. فهمتني؟ يعني الشخص اللي عايش بمعاني ضعيفة عادي الأداء بيكون عادي، يعني مثلا عادي ممكن يكسب، ممكن ينام، ممكن ما يروحش، ممكن ما يعملش. شخص تاني اللي عنده معاني كبيرة عايز يعمل الأشياء علشان أشياء تانية، علشان أسباب تانية، عنده هدف، فالهدف ده ليه معنى، فبالتالي ينفع أصحى من مكاني، ينفع أتحرك، ينفع أقوم، ينفع أروح. أوجد المعاني دي واكتبها، خلاص هتبقى محفز ليك، وعلقها في المكان قصاد المكان اللي أنت بتنام فيه، سرير جنب السرير فيه علقها. حلو، واظبط المنبه وانت اكتبها على المنبه، يعني اكتب سمي المنبه كده، سمي المنبه المعنى اللي انت كتبته ده معناه ايه بالنسبه لي، انا هصحى عشان ايه. واجبر نفسك ان انت تصحى بدري. اقول لك انت بقى يا عم خالد في يوم الاجازه حتى ما وراكش حاجه تعملها، اصحى بدري. مع التكرار مع التعود هتتعود على النظام الجديد وهتحبه. فاهم احنا ليه بنحب النوم؟ عشان احنا متعودين عليه. طيب بعد ما غير ده هبقى بحب الصحيان وبكره النوم. فهمتني؟ انت هتعرف ان انت ماشي صح اذا كان النوم بيسبب لك ازعاج، النوم الكتير يعني ان انت نايم وقت اطول من المفروض تنام، يعني 8 ساعات كويس قوي. طيب طبعا عشان اقدر اتغلب على ده بسهوله فمحتاج انام بدري بالليل، محتاج اخد بالي انا بشرب ايه، باكل ايه، الميه، الحاجات يعني اهتم بصحتي اكتر شويه، دكاتره يعني سيد العارفين، ف اخد بالي اكتر من صحتي شويه، فده ياثر على جوده نومي بالايجاب يعني. فبالتالي ما احتاجش انام كتير قوي كده، فبالتالي اصحى بدري، عندي حاجه اعملها اتوكل على الله اروح اعملها، ما عنديش استمتع بقى في البيت يعني. في اكيد حاجات تعملها تقدر وانت قاعد يعني.
السلام عليكم تكسير. عليكم السلام. مرحبا. عليكم السلام وبركاته. ممكن تفضل بالسؤال دكتور ماجد. اهلا بك. تفضل دكتور ماجد. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام يا دكتور. تفضل. شكرا للمحاضره الجميله. الله يكرمك. انا خريج جديد بتذكر سينير عليه والريجسترار بيسموه النايب كان بيقول لي الاصرار اللي هو البرزيستنس هو اهم حاجه. انا سؤالي كالاتي، هل هو وضوح الهدف والاصرار سبب اساسي في النجاح؟ وهل النجاح مربوط بالذكاء ولا الذكاء ما عنده علاقه؟ يعني مثلا احيانا تلقى ناس ناجحين هم مستواهم الذهني مش شاطرين خالص لانه طيب. عندهم عزيمه ايوه ووضوح هدف احيانا بيكونوا انجح من الناس الاذكياء. انا عايزك تعلق على كمان. صحيح. تمام. كويس. اولا طبعا الاصرار ان انا بصر على شيء معين ده يعني خلينا نقول المثابره دي هي رقم واحد علشان تحقق نجاح. طيب بمعنى ايه؟ بمعنى الناس اللي هم الرياضيين عشان يبنوا جسم رياضي جدا، هو اقول له السر، بس اقول لك السر الاستمراريه، ان انا بعمل نفس الحاجه كل يوم بدون كلل وبدون زهق مهما كانت متعبه فيوصل للنتيجه اللي هو عايزها. انا هبدا شغل معين او انا شغال في مكان معين مهما كان الملل ومهما كانت الظروف حواليا صعبه، انا هفضل اعمل كل يوم نفس الحاجه اللي بعملها لانه ده هيوصلني حته. فالاصرار طبعا هو مهم جدا. في مقوله جميله جدا بتقول لك ايه، انه ربنا بيكافئ كل واحد في الدنيا على قد تعبه ومجهوده مش على قد ذكائه. ف ممكن زي ما انت بتقول في ناس المستوى الذكاء بتاعهم مش عالي يعني قوي، لكن بيعمل مجهود بيبذل مجهود فبالتالي بياخد نتيجه بيحصل على نتيجه. وفي ناس اذكياء لكن مش عارفين يلاقوا فرصه، وفي ناس اذكياء بيلاقوا فرصه وبيعرفوا يدخلوا المدخل الصح بعلاقات معينه او بطريقه معينه يوصلوا لاهدافهم. في مليون طريقه توصلني الهدف بتاعي، المهم انا اكون عارف ان انا عايز اوصل، فعارف ان انا عايز اوصل ده بقى فهمشي من الطريق ده او 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 هحفر او هنط او هطير او هوصل طيب هو ده اللي اسمه الريزيستنس، يعني ان انا هوصل يعني هوصل. اذا عملت ده اكيد هوصل. طيب ما وصلتش من المره الاولى من الثانيه من الثالثه من الرابعه تنتني. فكلامه صحيح جدا جدا اللي قالك الحاجه دي، يعني انا اتفق معاه تماما. هو تعليق بسيط بالنسبه للخالد. تفضل. طب اللي هو مساله الكسل، الكسل عنده علاقه اساسيه بعدم الرياضه. تمام. في كلمه بتقال النوم بيجيب النوم. طبعا كل ما نمت كثير كل ما جسمك يحتاج تنام كثير وبتحس انك تعبان. اذا عايز تتخلص من الكسل اعمل لك برنامج رياضي يومي وبعدها ان شاء الله بالعكس ما حتحس باي كسل. 100% يا دكتور 100% صحيح كلام. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حبيبنا اسلام الورداني. حبيبي مين ده اللي بيتكلم مع سعاده يا حبيبي؟ احمد عمر. ابو احمد عمر، ازيك يا ابو حميد؟ كيف حالك؟ والله يا سعيدين جدا يا اخي في الليله دي، يعني والله جدا يعني نورتنا وفتحتنا. ربنا يكرمك حبيب. فتحت والله اذهاننا بصيرتنا على النقاط مهمه جدا. بس سؤالي يعني بيقولوا انه هو التفكير هو اساس النجاح. طيب فكثير من الواحد مثلا لما نجي داري يقعد مع نفسه داري يقعد في يعني عمل جلسه بتاع الصفاء ذهني كده بتواجهه مثلا مشكله في التفكير. اسباب شنو الحاجه دي وكيف اقدر اتغلب عليها في التفكير؟ انا سمعت صح؟ اي نعم. كويس. التفكير اللي هو خاص بايه بالظبط؟ التخطيط مثلا وانت بتخطط؟ التخطيط او مثلا لو مثلا واحد داري يقعد مثلا عشان يفكر في حاجه معينه على المدى البعيد ف بيلقى مثلا احيانا ذهنه ما بيساعده، فانا ما اعرف الحاجه دي يعني السبب شنو وكيف انا اقدر اتغلب عليها. والله سببها ممكن يكون مشتتات كثيره موجوده في عقلك، يعني انت مثلا بتمسك فكره ويروح محارب الفكره دي 30 40 الف فكره ثانيه جنبها، فاهم؟ فتلاقي نفسك انت ماسك موضوع وفجاه رحت رايح في مواضيع ثانيه بعيد خالص. يا سلام لو العربيات تطير مثلا. فانت في طريقه سهله وبسيطه جدا وهي الورقه والقلم.
امسك الموضوع وابدا حلله، ابدا من نص الصفحه كده اكتب الموضوع الفلاني، وبعد كده طلع كل الافكار الخاصه بالموضوع ده اسهم كده من الدايره اللي في النص دي. خلاص، فانا مثلا هتكلم عن يعني بفكر في موضوع وليكن السعاده، ماشي، فارسم السعاده في النص سواء رسمه او كلمه كتابه وليكن، وبعد كده ببدا افكر ايه السعاده دي معناها في مخي، ايه الحاجات اللي موجوده اللي مرتبطه بكلمه السعاده جوه عقلي، وطلع سهم وليكن مرتبط بالسعاده دي مساعده الاخرين، وليكن مرتبط بالسعاده دي اهلي، وليكن مرتبط بالسعاده دي القراءه، مرتبط بالسعاده دي الشوكولاته، مرتبط بالسعاده دي القهوه، مرتبط بالسعاده دي حب الناس، مرتبط بالسعاده دي النجاح، مرتبط بكل الحاجات. خلاص كده، وكل حاجه انت طلعتها امسك كل واحده فيهم وفكر فيهم، الاهل ها مرتبط بيهم ايه وايه وهم مين ومعناهم بالنسبه لي ايه واعمل ايه علشانهم. امسك النجاح، النجاح ده هو ايه، هو اللي هو شغلي ولا هل هو دراستي ولا هل هو شغلي بعد ما بشتغل، الصعوبات اللي بتكون فيه ولا النجاحات اللي بتحصل منه ولا الناس اللي موجودين فيه اللي انا بحبهم ولا الناس اللي بيحبوني ولا الناس اللي فيه بيني وبينهم مشاكل ولا ايه بالظبط. فهتلاقيني فضيت دماغك كلها على ورق، هتلاقي الفكره اللي انت عايزها في وسط الكلام اللي انت كتبته. فهمتني؟ تمام، جزاك الله خير حبيبي، الله يكرمك. يعني ممكن اقدر اقول مستر اسلام ان حصلك تفضل شيخ حماد تفضل. قلت ممكن نقدر نخلص نقول انه مثلا المشكله اللي اقدر اتغلب عليها من خلال التركيز والتسلسل كده، تسلسل الافكار تمشي وراها، واسهل طريقه هي ورقه وقلم علشان انت ما تتوه. تمام، مشكور مشكور يا حبيبي مستر اسلام. انا معلش حصلك سؤال، لانه احنا حاسين بنتكلم عن الانضباط الذاتي وتكلمنا عن الكسل، وحصلك سؤال هو عارفه كبير شويه، لكن يعني كيف اقدر انمي عاده مفيده؟ انمي عاده قلت لي؟ نعم، عاده مفيده، كيف اقدر انمي في نفسي عاده مفيده؟ كويس، شوف العادة بتتكون يعني في عادات بتحتاج 14 يوم على ما البرنامج ده يعني تعمله سيت اب على العقل اللاواعي. في عادات محتاجة 14 يوم، في عادات محتاجة 21 يوم، في عادات محتاجة 40 يوم. فلو انا اخدت اكتر حاجة في الدنيا 40 يوم وامسك العادة دي وخصص لها وقت واعملها 40 يوم ورا بعض مهما كان وراك ايه. فمثلا يعني عشان نبسط الامور عشان نفهم، انا ما بحبش القراءة، تمام، وانا عايز انمي عندي عاده القراءه، لان هي حاجه على المدى البعيد بعد سنتين 3 4 5 هتنمي وتطور شخصيتي كتير قوي. فانا ممكن ابداها ببساطه ان انا اقول ان هقرا وليكن كل يوم 10 صفحات او 20 صفحه، ومهما كان عندي انا هقعد اقرا ده. فهمتني؟ اليوم الاولاني الموضوع هيكون صعب، اليوم الثاني الموضوع هيكون صعب، بعد مرور 7 ايام هتبدا الحكايه تتسهل شويه، بعد مرور 14 يوم هتبقى اسهل شويه، بعد مرور 21 يوم هتبقى سهله خالص. حلو، لما تبقى خالص بقى سهله ما تسيبهاش، خليك مستمر عليها علشان تبقى سهله جدا، لانه هنا عند 21 يوم انا قريب اكتر للعاده القديمه اللي هي عدم القراءه. فلما هنا 21 يوم بستمر بستمر بستمر، انا هنا كده بقرب ان انا دي بخليها عاده عندي وبخليها شيء ممتع بالنسبه لي. انا بربطه انه مثلا ده الوقت في اليوم لما بعمل فيه كذا عقلي هيبدا يديني مكافاه ان انا مثلا فضيت الافكار اللي موجوده او الصداع اللي بيجي لي كل يوم او الاصوات اللي بتكون جوه عقلي انا اتعودت ان انا سكتها بالقراءه مثلا. فدي عاده انا ممكن اطورها بالطريقه دي، حاجه امسكها واعملها 40 يوم ورا بعض مهما حصل، وما اكونش قاسي على نفسي. يعني في حد يجي يقول لك ايه، انا عملتها لمده 17 يوم وبعد كده وقفت يوم، ابدا ارجع من الاول. انا عادي يعني اعتبر اليوم ده بريك وكمل عادي بعد كده، مفيش مشكله. شكرا يا مستر اسلام. طيب في مداخله او سؤال اخر؟ دكتوره فاطمه، تفضل يا دكتوره فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله. مستر اسلام دكتوره فاطمه، الله يخليك، شكرا جزيلا.
شكرا لك دكتور اسلام على المحاضره الرائعه. شكرا دكتور حقيقه لقيت دكتور اسلام في بوابه النجاح وبجد استفدنا كثير يعني في حياتنا. الله يسلمك. الله يخليك. انا سؤالي عن الوقت المناسب لاخذ خطوه نحو النجاح. يعني النجاح بيحتاج انه الزول يكون عنده رغبه والقدره والفرصه. يعني انا ممكن يكون عندي الرغبه لكن ما عندي القدره مثلا، اشوف انه فرصه جاتني فرصه معينه للنجاح لكن ما عندي القدره الكافيه. طب لا صعب يعني، هل انا اخذ خطوه نحو النجاح ولا اقوم اتاخر؟ والله انا بشوف انه دي حاجه انت بتحدديها. يعني مثلا يقول لك ايه، هو يعني الناس اللي اتكلموا في المواضيع دي يقول لك انه الوقت المناسب ما بيجيش ابدا. فلو هو دلوقتي ما عنديش وقت مناسب علشان انا ما عنديش القدره، بعد مثلا شهرين هيبقى الوقت مش مناسب علشان ما عنديش وقت مش فاضي، بعد 5 شهور هيبقى الوقت مش مناسب علشان حد من اهلي محتاجني، بعد مش عارف ايه. فهو دايما الوقت مش مناسب، يعني دايما هيكون في سبب ان الوقت مش مناسب عشان. فانا ادم نويت، يعني ادم قررت اتوكل على الله ابدأ، فهماني؟ حصل بقى حاجات عطلتني شوية في النص، وقفتني شوية، هدرس الموقف ايه الحاجة اللي حصلت وعطلتني ووقفتني وابدأ اعملها. ده طبعا بفرض ان انا مستعد. انت قلتي لي انا عندي الاستعداد لكن قدرتي صعبة، مثلا وقتي مش كفاية، وقتي مش كبير قوي، ما قدرتي المادية مثلا مش احسن حاجة، احتاج مثلا دعم مادي من المكان. انا عندي الاستعداد خلاص ابدأي. انا لسه مش عندي الاستعداد، لسه مش مستعد، لسه مش لامم اركان الموضوع مثلا، لسه شايف انه انا محتاج ادرسه اكتر، لا يبقى طبعا ما استعجلش، ادرس القصه كويس قوي قبل ما ابدا فيها وبعد كده توكل على الله. شكرا مستر اسلام. نشكرك يا دكتور. شكرا فاطمه. عندنا سؤال ثاني او استفسار او مداخله يمكن؟ طيب عندنا اي سؤال؟ طيب لغايه ما يزول ما عايزين نطول عليك يا مستر اسلام، انا حاسالك سؤال. ماذا بعد النجاح يا مستر اسلام؟ انا حطيت هدف معين بالنسبه لي ووصلت الهدف ده، نعم، ثم ماذا اعمل ايه بعد كده؟ نعم، استمتع شويه بالنجاح اللي انت حققته وبعد كده حط هدف جديد. هل لانه انا لو وقفت استمتع كتير ده هيرجعنا من شويه لحته الغرور، ان انا خلاص وقف بقى استمتع بقى وخلاص. لكن هتلاقي الاشخاص دايما اللي هم محققين نجاح او بيحقق نجاح ورا نجاح ورا نجاح ورا نجاح، ممكن يبني شركه وشركه كبيره جدا 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 وبعدين يروح مسلمها لحد وعامل واحده ثانيه، فهمتني؟ ممكن يعمل ينجح في الدراسه، يخلص بكالوريوس مثلا ويقول لك انا عايز اعمل ماجستير. ممكن ينجح ان هو يتوظف وبعد كده يقول لك انا هدفي ان انا اترقى في الوظيفه. ممكن يقول لك انا عايز اعمل مبلغ، يعمل مبلغ وبعد كده يقول لك انا هدفي ان انا افتح مشروع وهكذا. فدايما هيكون في اهداف ثانيه بعد ما تخلص الهدف اللي انت شغال عليه. استمتع شويه، كافئ نفسك على التعب اللي انت تعبته لحد ما الهدف ده اتحقق، وبعد كده خد الخطوه اللي بعدها، حط هدف ثاني وابدا اشتغل عليه وان شاء الله ربنا يكرمك وتحققه يعني. نعم، يعني النجاح في تحقيق الهدف هو يكون محطه وما يكون غايه في حد ذاته، هو يكون محطه طيب محطات يعني. صحيح. يا دكتور تيسير، تفضل. منو؟ خالد مرة خالد. تفضل يا خالد. تفضل يا خالد بابك. مستر عسكر، كيف أتخلص من عادة سيئة؟ كيف أتخلص من عادة سيئة؟ إذا تخلص من عادة سيئة، طيب أنا ممكن يا خالد يعني زي ما قلنا من شوية كده إن أنت تبدأ تبدل العادة مش تتخلص منها. شوف إيه هي العادة أولاً، حدد إيه هي العادة، وحدد إيه هو الروتين اللي أنت بتعمله. لم إيه هي العادة نفسها، يعني إيه الإشارة اللي بتيجي أول لما بتجي لك الإشارة دي فأنت بتعمل العادة دي. وبعد كده بعد ما تعمل الموضوع ده تبدأ تفكر انه اغير الروتين ده ازاي، ايه بداله، ايه تاني ممكن اعمله
واستمر على عمله، فلما استمر على عمله يبدأ يديني نفس المكافأة تاني اللي أنا كنت بحصل عليها من العادة الأولانية بتاعتي. فهمتني يا خالد؟ أيوه أيوه شكرا حبيب. حد تاني يا جماعة عايز يقول أي حاجة؟ أنا اتشرفت جدا جدا بوجودي معاكم طبعا، لو حد عايز حاجة يعني أهلا وسهلا تحت أمرك. والله نحن بالأكثر يا مستر إسلام صراحة، مفروض يعني 15 دقيقة لكن الكلام معك ما بيخلص ما شاء الله. الله يكرمك. طيب أي مداخلة أخيرة أو سؤال هو استفسار؟ الله يسلمك. طيب أنا خلي معناتها نكتفي بهذا القدر. إذا ما عندنا سؤال تاني، في زولين سؤال؟ طيب أي نعم أحمد عمر للمرة الثانية. تفضل يا أحمد. الله نسأل كثير يا أخي. يا دكتور جزاك الله خير يا أخي على التنوير. بيقول إنه يعني النجاح طبعا أنواع، فمن النجاحات دي النجاح الاجتماعي. أوكي. فسؤالي هو كيف أنا أقدر مثلا أكون دول يعني من ناحية اجتماعية، إنسان فعال وناجح من ناحية اجتماعية؟ والله جميل قوي. علشان أكون ناجح من ناحية اجتماعية أنا حدد، أنا يعني ده النجاح اللي من النوع ده إيه بالنسبة لي؟ هل إن أنا يكون عندي أصدقاء كتير في كل حتة بروحها، ولا هو يكون إنه الناس بتحترمني، ولا إنه هو يكون الناس لما بتيجي مثلا سيرتي بيتكلموا عني بالخير، ولا هو إيه بالضبط؟ وده هدف يعني أهداف أعتقد الوصول ليها ممكن. لما بتقول مثلا أنا هدفي إن أنا أي الأماكن اللي أروحها أنا أكتسب احترام الناس وأحترم الناس اللي موجودين فيها، طبعا الحكاية دي لازم تكون متبادلة، يعني هو أنت لازم تدي علشان تاخد. طيب فأنا أفترض إن أنا دخلت مكان زي مركز الطبابة، تعرفت على دكتور تيسير وتعرفت على أحمد وتعرفت على خالد، تعرفت على أكثر من حد، دكتورة فاطمة، أكثر من حد موجود، وبدأت إن أنا أتعامل معهم. ممكن والله مرة أعمل بداية تعارف، لفتة بسيطة جدا، أجيب حاجة هدية للأشخاص اللي موجودين في الشغل كلهم، لما أروح يوم أنا كده مزاجي حلو أجيب شوكولاتة صغيرة جدا اللي هي مش مكلفة ومش عايز من وراها حاجة يعني، وأقدمها بشكل لطيف أو أحطها في مكان وتفضلوا يا جماعة مثلا. دي حاجة صغيرة جدا. ممكن أعمل كده. حاجة تانية مثلا إن أنا أسأل على الناس وأطمن عليهم من وقت للتاني. في الزمن بقى بتاع الواتساب ومش عارف إيه ده، أنت عامل حاجة خروج عن المألوف، اتصل بالناس دي سلم عليهم في عيد ولا في مناسبة أو في حاجة زي كده. أطلب من حد خدمة بسيطة. أغلبنا بيكون فاكر إنه أنا الناس هتحبني لما أعمل لهم خدمات، لما أعمل لهم حاجات، وبكرس نفسي إن أنا لازم أكون خدوم جداً وساعد ده وأروح أودي ده وأروح أزور ده ومش عارف إيه وأعمل وبتاع. في حين إن أنا ممكن أعمل حاجة تانية بالعكس. تخيل دلوقتي أحمد مثلاً، أحمد عمر، أنا جيت رحت أقول لك إيه، ممكن يا أحمد تساعدني في عمل شيء معين، ممكن تساعدني في محتاج انا اكلم دكتور تيسير ومحتاج رقمه، فممكن تديهولي باسلوب كده؟ فانت ايه يلا ده بس كده. حلو. خلي بالك انا كنت حريص الخدمه اللي انا طلبتها منك تكون بسيطه، ما تكونش عليك لود. ده هتقول لي ايه التناحه دي مثلا لو هي حاجه كبيره مثلا؟ والله ممكن يا احمد تيجي توصلني بقى دلوقتي رايح مشوار في اسمها ايه مثلا، حته بعيده في الخوجلاب، تعالى وديني يا احمد. فانت ممكن تقول لي الله انا بحبك اوديك وكل حاجه، بس يعني انت عصرت علينا شديد يعني. لكن لما اطلب منك حاجه بسيطه انت تقدر انا متاكد انك تقدر تعملها لي، فدي حاجه هتبني بينا ود، فاهم؟ هنا هتدي لك علامه انه زي ما انا طلبت منك ينفع انت تطلب مني، صح؟ فتخلي شكل العلاقات الاجتماعيه احسن واجمل واظرف وحاجه بسيطه يعني، فاهم؟ فيعني بالشكل ده إيه اهتمامات الناس وادور ان انا اعملها، مكالمه هديه رساله حاجات بسيطه كده. دكتور تيسير ده بيعمل الحاجات دي على فكره جدا،
هو من الاشخاص اللي انا بشوف ان هو محبوب جدا جدا جدا، يعني عنده رساله بتاعه الصبح دي اذا انت رديت عليه ولا ما رديتش بيبعت للناس صباح الخير. فانا انا ما اعرفش بيبعت للناس كلها ولا لا، بس انا بيوصل لي رساله مختصره صغيره بسيطه معناها حلو، فانا بفرح بتبسط. طيب يعني الله يكرمك. طيب جميل. من طيب عين معلش بس اضافه بسيطه كده. طب جات للتو يعني. طيب اذا نفترض مثلا انا يعني بديت وسعيت في النجاح الاجتماعي ومثلا حصلت على اصحاب، لكن كيف انا اقدر احافظ على العلاقه دي؟ يعني انه بتحصل كثير بنبني علاقات وفجاه كده بنلقى شنو كده اتلاشت، يعني ما قدرنا نسيطر على، فانا كيف اقدر احافظ على العلاقات؟ والله دايما خلي بالك العلاقات هي اللي بتستمر هي الايه، هي البسيطه اللي ما فيهاش لود على بعض زي ما قلت لك. يعني مثلا تخيل معايا انا صديقك دلوقتي وتصاحبنا وبتاع، بعدين انا سالت عليك مره واثنين وثلاثه وبعدين انت ما بتكلمنيش، فانا اروح جاي لك اقول لك ايه، على فكره يا احمد انت بني ادم، يعني انا اللي كل مره بتصل وانا اللي كل مره بسال وانت ولا بتسال ولا بتعبر ولا بتاع، هتقول لي بقى مشغول حلو كده. ف هيكون جميل قوي لو قدرنا بعض، يعني انا متقبل تماما ومقدر تماما انك مشغول، ومتقبل جدا ان انا اللي اسال عليك كل مره، ما مش عايزك تسال عليا ولا مره، حلو، وبحبك جدا على بالطريقه دي، فاهم؟ ادام انا ما هنتش نفسي، يعني ما عملتش حاجه تتسبب في ان في ايه اهانه مثلا، ان انا مثلا شفتك وانت بتكنسل عليا، وضروري تعمل ايه، انك انت ما تحكمش. يعني مثلا كلمت حد والحد ده ما ردش عليك، فانا اقول ايه هو ما ردش عليا عشان هو مش عايز يرد عليا، فالحاجات دي طبعا بتبوظ العلاقات. لكن ان انا اقول مثلا اه ما ردش عليا اكيد عنده حاجه مهمه بيعملها وهيرجع لي بعدين، فهمتني؟ فالحكم حاجه من الحاجات اللي بتبوظ العلاقات، ان انا اكون منتظر الطرف الاخر هو اللي يبادر او هو اللي يسال او هو اللي يعمل حاجه، دي حاجه من الحاجات اللي بتبوظ العلاقات. انك انت تطمن او تبعت او تعمل، دي حاجه من الحاجات الكويسه اللي بتعمل علاقات، ان انت تساعد تعمل حاجه فيها مساعده او تطلب طلب فيه مساعده، لكن بسيط خالص خالص، دي حاجات من بتحسن علاقات. شكرا يا مستر اسلام، جزاك الله خير ان شاء الله. طيب الليله كنا في الطموح والنجاح، وتكلمنا عن النجاح على المستوى الشخصي، المستوى الاجتماعي، المستوى المهني، المستوى الأكاديمي، وتكلمنا أو تكلم مستر إسلام عن الطريق بتاع النجاح وكيف نسلك هذا الطريق، والمعيقات، الخوف من الخسارة، التشاؤم، الكسل، العادات السيئة والغرور، وأهم من ده كله هو الانضباط الذاتي. شكرا جزيلا لكل السادة الحضور، شكرا بروفيسور عماد، دكتور ماجد، وشكرا زملائنا أحبائنا الذين حضرونا وشرفونا الليلة. مستر إسلام لك تحية كبيرة جدا بكل معاني الحب وبرأي وبكل بطعم الشوكولاتة في الدنيا كلها. الله يخليك. شكرا جزيلا. الله يخليك. تسلم يا رب. الله يكرمك. شكرا. تسلم يا حبيبي. شكرا وشكرا بروف عماد، وشكرا لكم مركز الطلاب. شكرا يا أستاذ إسلام، بارك الله فيك، ولنا لقاء آخر بإذن الله. بإذن الله، بإذن الله نتقابل إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. إن شاء الله بإذن الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تصبحوا على خير.